لأن كيف أنتم تكتلتوا المؤسسات هي تكتلت. ونزيدكم اليوم كاين لوائح سرية ما خصنيش نقولها ولكن ما كاين باش جابتها المناسبة نقولها. كاين لوائح سرية عند المؤسسات بالآباء الغير المنضبطين اللي داخلين في اللائحة السوداء. ملي تهزول ديك أنت من مؤسسة أ وتمشي لمؤسسة ألف باء غادي تشوف كيفاش غادي يتعاملوا معك في أول سنة إن شاء الله. وغتعرف شنو كنقول. لا يمكن أن تخرب مؤسسة باش تشفي لمؤسسة أخرى، هذه لا يمكن. لأن ملي غادي ديرها غادي يخرجوا أمور قانونية وحدة أخرى، هذا الشيء حنا بيناتنا اللي غنذكروا فيه. الأمور القانونية ولماذا تتعرض ديك المؤسسة اللي غتاخذك أنت، ولماذا تتعرض أنت، ولماذا تتعرضت غادي تعرض يعني الإدارة الوصية إذا ساهمت في ذلك. إذن ما تحلموش بهذه الوضعية تقول أنا جمهور فودوس.